أطيب التحية لمعالي النقيب العام الأستاذ عبد الحليم علام الذي لا يليق أن نرحب به في بلد. أذكر في الماضي القريب عندما كان هناك مطروحا على الساحة أمر هذا النادي، فكان حديث محامين سوهاج جميعا أين النادي ومن المسؤول عن ضياع هذه الأرض أو الأرض السابقة على هذا التخصيص. وللأسف كل مسؤول في هذا الوقت راح يهرب ويلقي بالمسؤولية على الآخر، فها أنتم اليوم قد تحقق لكم هذا الحلم الذي كنتم تنشدونه طيلة وقت بعيد، فأصبح النادي ليس تخصيص، نادي مملوك. وأستغرب أن الكثيرين يحاولوا أن يسندوا الفضل لأنفسهم، وأقولها واضحة وصريحة أن الفضل الأول في هذا النادي هو للنقيب الأستاذ عبد الحليم علام. عشان تبقى الأمور واضحة، فتهنئة لكم، وإن شاء الله نأمل سرعة الإنجاز وأن يكون بالشكل اللائق. مش هقول زي نادي قليم، لأن نادي قليم له ظروف خاصة، ده على البحر، احنا ما عندناش بحر هنا. نأمل أن يكون بالشكل اللائق الذي يليق بمحامين سوهاج الذين يستحقون كل تقدير وكل احترام. ومرحبا بكم مرة أخرى، وتحية للنقيب العام، وأشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله.